قدام عيني وبعيد علي، مقسوم لغيري وهو لي، يقول فريد الأطرشي في أغنيته الشهيرة. وكأن الحضارمة يرددون مع الأطرشي ما يقول، لكنهم هنا يقصدون طبقهم الصحي المفضل أو بروتين الفقراء الأرخص كما كان يعرف سابقا، السمك الذي تزخر بصنوفه الكثيرة بحار حضرموت، لكنه غدا وجبة الميسورين، والميسورون في البلاد قليل. آخر مرة أكلت السمك تقريبا قبل رمضان، الآن يعني حوالي 4 شهور ما أنا أكل سمك. في واحد حتى قبل أيام سألته قلت له كيف تشترون السمك، قال لي ما عاد نشتري سمك، قال نأكله مع البطاطس، أيوة نأكله مع البسباس مع الليم، فما عاد يقدر يشتري الصيد. أنا يقول لك بعض الأحيان يخرج ب5000 يدور ما تجيب ليش 5000 ل 4000، يرجع يأكل الرز هكذا يعني مع البطاطس والله مع البسباس. ندخل بس نشوف ونخرج، تشتري لك الحاجة الخفيفة أبو 1000 1200 1500، هذا الخفيف تشتريه، أما الغودة توصل ل20. قليان أسعار الأسماك حرم شريحة واسعة من الفقراء ومن محدودي ومتوسطي الدخل من وجبتهم اليومية الرئيسية، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من سمك التونة أو الثمد كما يعرف نحو 9000 ريال. ومن أين لمواطن بمرتب زهيد متقطع أن يوفر كل يوم 9000 ريال؟ الضبحان ما بيقدر يشتر، بيضطر يشتر أشياء رخيصة وبيمشي نفسه، ولكن بصراحة يعني غلاء غير معقول، يعني في ظل الظروف هذه، في ظل الظروف ناس تعبانة، المفروض يكون الأسعار أقل 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 بكثير. بحر بحرنا، مستر صاد غالي، تورط برا صادنا، تورط برا، ما قدرنا نأكله نحن نورده برا، مو حرام ودي مو ظلم. إذن تظل بورصة السمك في حضرموت في ارتفاع، ويعزو عدد من الباعة والصيادين سبب الارتفاع هذا لانهيار قيمة الريال أساسا وما لحقه من ارتفاع في أسعار المحروقات، إضافة لبعض القوانين التي تحد من الاصطياد الحر. مع غياب الدعم الحكومي للقطاع السمكي المهم، أصبح المواطنون يطالبون فقط برقابة حكومية على الأسعار ومنع عمليات التهريب والتصدير العشوائي، فهل تستشعر الجهات المسؤولة مسؤوليتها؟ وهل تشعر بحجم معاناة المواطن في الحصول على قطعة سمك ثمينة؟ عبدالله باديان لبرنامج الخط الساخن.